قبل ما تفضجوا الفيديو خوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد عن قناة ميديا ديزاك. نزول وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لشوارع العاصمة وتجوله بأحيائها الشعبية له دلالات قوية. المسؤول الألماني رفيع اختار التجول في شوارع العاصمة لسببين اثنين على الأغلب. الأول هو أن الوزير الألماني كان يرغب في رؤية الشوارع والساحات التي شهدت الحراك الشعبي بالعين المجردة، ربما كي يعيش الأجواء ويرى بعينه ساحات صنعت تاريخ الجزائر. أما السبب الثاني فهو التأكيد على أن ألمانيا قادمة إلى الجزائر من أجل الشراكة في مجالات عدة. وزير خارجية الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي وزير خارجية الدولة الأكبر في الاتحاد الأوروبي اختار شرب القهوة والمشي والاستمتاع بالشمس من أجل معاينة بلد دارت حوله نقاشات كبرى في مراكز صنع القرار في ألمانيا. نزهة وزير خارجية ألمانيا القصيرة مشيا في بلديتين وسط العاصمة الجزائر وشرب قهوة في المقهى شعبي بسكوار ونزوله للأحياء الشعبية للبحرية وساحة الشهداء، أمر فيه من الدلالات ورسائل قوية بعد انقطاع الزيارات الدولية طيلة عقدين من الزمن. وحسب قراءات البعض فإن ألمانيا أرادت بعث رسالة واضحة لمواطنيها خصوصا أثرياء المستثمرين بأن الجزائر بلد آمن عكس ما يروج له من أعداء الجزائر والذين يلونون خريطة الجزائر بالأحمر في كل سنة للضغط عليها والجعل منها أخطر بقاع الأرض بل وحشرها من الصومال وليبيا في قائمة الخطر. وبرغم من الحراك الشعبي المستمر إلا أن الوزير الألماني تجول وهو فرحا مرتاحا باعثا بذلك برسائل مشفرة أن بلده ستحط رحالها اقتصاديا بالجزائر من خلال فتح العلاقات الثنائية بين البلدين من بينها إعادة إحياء مشروع ديزرتيك لتوليد الطاقة الشمسية بالتعاون مع ألمانيا، وهذا في إطار تنويع الشراكة الاقتصادية مع الأقطاب الصناعية الكبرى في العالم. ألمانيا تسعى من جهتها لتنشيط شراكتها وحط رحال بالجزائر التي تملك إمكانيات ضخمة لم تعرف كيف تتصرف فيها، زيادة أن الجزائر لها كل الحظ باعتبار ألمانيا الدولة القوة الاقتصادية الرابعة في العالم خاصة في مجال الطاقة والطاقات المتجددة من أجل الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة الألمانية رائدة في المجال من خلال إعادة بعث مشاريع طاقوية كبرى من بينها ديزرتيك. إخوتي الكرام شاركونا آراءكم في التعليقات، فاللهم احفظ بلادنا من كل سوء، سلام. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.